مقدس المنيا ليس الأول ولن يكون الأخير. بالأمس في دائرتي أنا دائرة مدينة نصر حصل حادث آخر، يعني استغرق منا وقتا طويلا حتى 3:30 من فجر اليوم. كانت هناك قضية أخرى، المواطنين أصروا على اللجوء إلى القضاء بينما أصرت الأجهزة الأمنية إلى اللجوء مرة أخرى إلى ما يسمى بالجلسات العرفية. على المستوى الحوادث التي تتكرر، يجب أولا محاسبة كل المسؤولين عن هذه الحوادث بالقانون. هناك بلاغ مثبت من بعض المواطنين في حادث المنيا نبهوا فيه مدير الأمن على احتمالات حدوث مثل هذا الحادث أو هذه الفتنة ضدهم، لكنه لم يتحرك. السيد المحافظ خرج على التلفزيونات وأدلى بديانات مشوهة غير حقيقية. نتمنى على الحكومة والدولة أن تحاسب هؤلاء المسؤولين وأن يتخذ القانون مجراه الطبيعي. هذا الأمر لن يمنع حدوث حوادث طائفية جديدة، لكنه على الأقل قد يردع من يقومون بهذه العمليات ومن يتواطؤون معها بالإهمال. على المدى البعيد يجب تغيير مناهج التعليم، يجب إقرار مبادئ المواطنة، المساواة، قبول الآخر. هذا عمل يومي يستهدف فترة طويلة جدا تشارك فيه الدولة والأحزاب والمجتمع المدني والمثقفين. أود التعقيب، إحنا هنا مقر ومحل التشريع، لماذا لم يتم أو اقتراح مبادرة للتشريع أن أي مساس بالدين أو أي مساس يخص هذا الشأن أن يكون به عقوبة مجرمة تصل للسجن المشدد؟ أنا أعتقد أنه اليوم وغدا لدينا يعني إجراءات لمسألتين. أولا مواجهة كل الحوادث الطائفية من هذا الشكل، والبحث عن قوانين، صياغة قوانين جديدة رادعة تشدد العقوبة على مرتكبيها وعدم إفلات أي مسؤول من العقوبة. الأمر الثاني هو حماية المصريين في الحياة.